حياكم الله أبنائي تلاميذ الصف الرابع، بالعلم نرتقي وعلى مائدة العلم نلتقي في درس جديد لمادة العلوم وعنوانه تلوث التربة. إن التربة التي تعتبر مصدرا للخير والثمار هي من أكثر العناصر التي يسيء الإنسان استخدامها في هذه البيئة، فهو قاس عليها لا يدرك مدى أهميتها، فهي المصدر الغذائي الأساسي له ولعائلته، وينتج إهماله لها عن عدم الوعي والإدراك لهذه الحقيقة. ولتلوث التربة أسباب، ومنها تمليح التربة والتشبع بالمياه، فالاستخدام المفرط لمياه الري مع سوء الصرف الصحي يؤدي إلى الإضرار بالتربة. ثانياً، وجود ظاهرة التصحر، ويساعد في هذه العملية عدم سقوط الأمطار والرياح النشطة التي تعمل على زحف الرمال أيضاً إلى الأراضي الزراعية. استخدام المبيدات والكيماويات على نحو مفرط. رابعاً، التوسع العمراني الذي أدى إلى تجريف الأراضي الزراعية وتبويرها. خامساً، التلوث بواسطة المواد المشعة. التلوث بواسطة المواد المترسبة من الهواء الجوي في المناطق الصناعية. التلوث بالمعادن الثقيلة. التلوث بواسطة الكائنات الحية. ومن الآثار المترتبة على تلوث التربة نقص المواد الغذائية اللازمة لبنية الإنسان ونموه، وعلى نحو عام المسؤول عن حياته على سطح الأرض. اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية، أو بمعنى آخر انقراضها. إلحاق الضرر بالكائنات الحية الأخرى، أي الإضرار بالثروة السمكية وهجرة طيور كثيرة نافعة. هيا أبنائي التلاميذ لنرى ما هي المعلومات التي اكتسبناها من هذا الدرس إلى التقويم. اذكر ثلاثة من المصادر الطبيعية الملوثة للتربة. هيا يا أبنائي. أحسنتم، التصحر، الرياح النشطة، التلوث بواسطة المواد المترسبة من الهواء. عدد ثلاثة من المصادر الصناعية الملوثة للتربة. هيا يا أبنائي. أحسنتم، التلوث بواسطة المواد المشعة، التلوث بالمعادن الثقيلة، التلوث بواسطة الكائنات الحية. عدد أثرين من الآثار المترتبة على تلوث التربة. هيا يا أبنائي. أحسنتم، نقص المواد الغذائية اللازمة لبنية الإنسان، اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية. ممتاز، بارك الله بكم. وصلنا للنهاية، لقد انتهى درسنا لليوم. إلى اللقاء في درس